اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وراح نشوف صور، مثل ما بتعرف الصوره بتحكي الف حكايه وحكايه. هلا اللي عم بصير وعم بيحطوا هيدا العلم منه محطوط بامه العرب، ولكن بالصين، بامريكا، بالهند، وهلا عم بتفوت شرق وغرب الا بامه العرب. ممنوع انه نعرف شو السبب، ولكن كلنا هلا في عنا انترنت وكلنا فينا نعرف. وانت فيك تطلع على الجبل، الجبل ما بيجي لعندك، انت بدك تفتش عن نبع. شوفوا هالصور، نادرا ما تلاقوا حدا بلا موبايل. كلنا وين راحت هاي؟ وين راحت هالبصمه؟ شوف هون الدويرات اللي عندك راحوا. شوف الزياح كيف صارت، او تقولون علاقه هالدائره كله بقلبك، بمصارينك، بجسمك، هاي بصمتك، ما حدا عنده اياها غيرك. بتلاقي كلنا يا عم نطلع هيك، يا حاطين ايدينا، يا عم نعمل هيك، ما بقى في حضره، ما بقى في سكون وسكينه، ما في. انا ببيت ما فيكم في حضره، ماني وحدي، معي حدا، وكل واحد هيك. كونوا بحضره، حضره السيد، في حضره. عرفوا شو معناتها؟ بريزنس. هلا شوفوا قاعدين مع بعضهم، بس ما حدا مع حدا، قاعدين على الموتو. توقفت الموتو هيدي، شوف قاعدين بالبيت، اخوه، اصحاب، ما في اخوه، ما في اصحاب، ما في عيله. الام بتبعت على الموبايل تعال تعشوا، فرد اوضه فرد بيت، كلهم قاعدين. شوفوا هالصور وين ما كانوا، مع مين في تواصل بقى؟ وكل ما موبايل كان اغلى، هلا ب 7000 عم ينشرها بلبنان، و 50000 وقريبا 123000، مش 150 او 200، 99 دولار. عم بيمشوا حد هالجبل، حد الشجر، حد هالطبيعه. هلا في الكلب مع ابنها بالسيارة، بالعربية، بالكراجة، والكلب حاطين له هيك شيء. صار هو كمان عنده موبايل، سكرين، ايباد، ما ادري شو بتسموه. طبعا والبنت لابسه شورت وعامله تاتو تحت الشورت يبين هيك تحت. هلا هودو قاعدين في مؤتمر، هالمؤتمر للعرب للأجانب، شو عم بصير؟ كلهم عم حاطين هاي مؤتمر العرب، يا نايم عم بيشخور أو عم بيلعب بها. بتمرق وحدة بتطرطق بالصرمية، ترتق الصرمية دغري، الحرمية والصرمية يعني شي مهم، أو يم بيتطلع فيها هيك وبصير يسيرها، بدو إياها. ليش بدو إياها؟ هوت دوغ وواوا، بس عطسة. ليه؟ هالغريزة الجنسية ما عم تتطور بالعقل، ما بتتواصل الحياة الجنسية بالعقل، بالعدل، بالفهم. بتكون علاقة ذكر وأنثى، علاقة رجل وامرأة، علاقة جسد مع جسد وساجد مع ساجد، هيدي نادرة. بس أبو عطسة، خلص شهر العسل وبلش شهر البصل وطلعت الريحة، شو سبب الطلاق ولا الزواج؟ هلأ أهو هلأ تجوزوا بالهند، just married، هي هون وهو هون. صارت هالآلة عم بتشدني، مش الآية، إنت آية خلقك الله بعيني، الآلة عم بتشد، ما بقى موجود إنت، صرت سلعة. نقطشت إيده، إيه بس وين الرولكس؟ الساعة والسيارة، قيمته بالسيارة، قيمته بالصرمية، قيمتها بالطرطو، قيمتها بالميك اب. الصورة البشعة بدها برواز، إنسان السخيف بده حواليه أسخف منه. وكيف بيموتوا كلهم المشاهير رغوة هالصابون؟ فيم إز فوم، رغوة صابون، لأنك يعني سخيف. من عرف نفسه وعرف ربه ما بده حدا. فإذا شو السبب؟ شو فينا نعمل؟ قاعدة بين الناس وهيك هيك عم بياكلوا وهون وهي عم تحكي،
ليش هيدا الموبايل هون؟ هيدا الميكرو؟ هيدا هون، هيدا ما حدا. شو عم بيحطوا برامج جوا تتشدك؟ وهيدي حقيقة هون بلبنان، خلق ولد شكل ضفدعة. شو عم تتفرج هالمرة؟ الحبلة شيء أرجيلة؟ شو عم تاكل؟ وحمير السلطان، حمار بخط العريض، شو هيش هالبرامج؟ مين بتجيبوا؟ منن ضيوفكن يعني؟ ما بيسترجي حدا يعني. أنا ضربته، طلعت مع واحد هون أخذني عدنان لعنده، قلت أضرب عدنان تجيبني مع هيك؟ عيب منن هون؟ كلهم ميك اب وبيبقوا محضرين السؤالات شو بدهم يسألوني. لي خيي وين هالتجاوب من القلب؟ كله من الجيب. الإعلامي المشهور، ولو ما بتعرفيني أنا من شي 15 سنة جيت لعندك. أيها الحق، لم تترك لي صديق يا حبيب قلبي، وحدة أختي وأهلي وبنتي ما بعرفها، ميتة يعني بعد ما اندفنت. مين بنتك؟ بنتي اللي عنا تجاوب بالروح. قال له مين اخوتك يا محمد؟ قال له اللي حبوني وما شافوني عطى البردة لقويس القرني، ما عطاها لعلي ابو بكر. هيدي الجامعه، يد الله مع يد الجامعه. العيله عله، اولادكم فتنه. قال له شو؟ ليش صدرك صار بناي مش طابق؟ قالت له التكبير، تكبير. الله الله أكبر، الله أكبر. لو ما في ها وهي وهون، مقدمة ابن خلدون، مؤخرة بناتنا. فرجونا كيف بيعملوا عمليات، بيعمل لها هيك، بيعمل لها هيك، بيعمل لها هيك، بيعمل لها هيك، كلها كلها بيغيرها. يلا ابر سيليكون، سيليكون، بوتوكس، 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 الشعر كله كله هيك بالروكة. كوني طبيعية. وحده تجوز يعني من عشيه فاتوا، ايد عياري، هيدي عياري، هيدي عياري، هرب عالشباك. قالت له اطلع. قال لها اذا هيديك عياري زتي انا بدي هيديك، يعني ما بدهم غيرها. عطسه هيدا هيدا هالولد اللي اجا بشكل ضفدعه عند الارمن، بيعرفوه انت وحامله بيشيلوه. هالصورة بأمة العرب وهون بصيدا بغير مطرح. ليش عم يطلعوا من البحر؟ البحر بدي ياخد حقه لو بعد حين. احد على من البحر هذا منيسر بنيات اجا هيك قرش. شو السبب؟ بدي ينتقم. ايش عملتوا فينا؟ وقت اللي اجت الغواصة من أمريكا، مدري شو مضيعين هون، كانوا شي ابره ضيعوها بالبحر، وهلا عم بفتشوا عسامة بن لادن يمكن. اجت الغواصه، مات السمك باليابان. فاذا شو بناكل يا مرا؟ كيلو دارا. وين بدنا نروح ومع مين بدنا نكون؟ قال له ليش عم تسألوا ليه؟ قال له ما في. قال له بقوله. قال له ما فيني. اسمها آدمز آبل. ليه ما بيقدر يقولها؟ ليش المرة بتقولها؟ قالت له ليك طالع عند الجيران خمس دقايق، كل نص ساعة حرك الطنجرة والولاد من وقت لوقت غطيهم، جي راجعة أنا. اليوم شو عم تعمل هالمكنة فيكم؟ لا ما رح نسكت، رح ينديها بالعلم وحطوها بدراسة صعبة، بس احكي لكم اياها بتكون احلى. قاموا اخذوا ناس 60 تلميذ، 30 بتناموا 30 واعيين، وحطوا مكنة فيها علم لغة، اثنيناتهم ما بيعرفوا هاللغة. مثلا انا ما بعرف هولندي وانت ما بتعرف هولندي، حطوا لغة ما بنعرفها. أنا صاحي وواعية، هو نايم. هيدا اللي نايم قام حكي هولندي. أنا حفظت كلمة
بس ما بعرف هيك ضيقت، ما بعرف شو معناتها، بس حفظت كلمة. وبعدين هو صار يحكيها يعني وأنا ما حكيتها؟ إنه شو هو أفهم مني؟ هو الأول بالصف يعني، وهي ملكة الجمال، كلهم بشعين، بس أنت ملكة الجمال لبنان. هلأ تشيبينج عم بيفوت، بلش بالنوايا الفكرية يلي قدروا يشفرون روح قتول، بيروح بدون ما يعرف، مثل المكنة هيدي مكنة ذهب، مع الذهب رح تنكح الحوريات. ويلي ما قدروا يشفرون منيح مرضى كمان ومقهورين انه الله الله ما بحبني، ليش ما قدرت هيك وليش ما قدرت. هلأ عم بيجربوا يشفروا النوايا يلي بلب القلب، عم بيقدروا؟ لا. رح يقدروا يعملوها؟ في طريقة، ولكن سامحوني، بالقرآن الكريم لكل داء دواء، وعم بفتش ميتشو وعم بيقول مثل بصورة الواقعة شو صار، وبصورة النمل عم بيقول فويس ثيرابي، من الصوت. أنا عقيمي عبد الباسط عبد الصمد، من الصوت نو 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 this one. ما فيكم تمنعوا، عم بيجربوا يحرقوا القرآن كله، ما فيك، هذا كتاب الله المقروء والمنظور. بس هذا صعب، وقت اللي قال له لسلمان العرب ما بيقروا، دون هالعلم، لا تكتب القرآن يا عثمان، ليقرأ كل منكم قرآنه. هذا هو كل القرآن؟ لا، قال له أنا كمان شلت رابع، قالت شلت الرجمان ولعنة الله الرسول وكم كلمات منهم، ضليت حب وتشفت الله بالشيطان بكل شيء. قال له بلغ ايه يا محمد، ايه انت ايه الهية بتعيشها هيك، اذا كنا نحن حقيقة على سالكين حجاج الى بيت الله بتجيك الايه اللي الك، بيقول لك اياها انا الطارق بعطيك اياها. ميتشو هلا سهران ليل نهار على القران الكريم. كنت انا اقول له، يقول لي بس هالقد عشقك له، قلت له مش من وراي، انا شفت ناس وبعدين اوشو قال اي ام اي محمد. قال لي كل 50,000 سنة تيجي واحد مثل اوشو خربط العالم. كل واحد محمد بالإسلام، كل واحد اسمه محمد قبل اسمه، لأن هذه ثلاثة ثلاثية، الثلاثية قبلك وبعدها بصورة الواقع. فإذا الإسلام هو الفطرة كلنا، بعدين فوق الإسلام تعلى وبتسمع النفس الأمارة بالسوء الشفافة، يا صمد ويا مدد إلى الأبد. كلمات 2000 كلمة باللغة العربية موجودة بلغات كثيرة. وخبرتكم أنا بس لقي واحد اسمه، شو اسمه؟ كبير. This is an Arabic number name. Yes, it's an Arabic, but I am not an Arab. But in Hindu, كبير إلى هالمعنى، في كلمة كبير بالهندية، في كلمة هابها، في كلمة. جربوا يعملوا إسبرانتو لغة توحد الكون. قالوا العلماء اللي بدها توحد هي اللغة القرآن بعد مليون سنة مليونين سنة، ما بنعرف، لأن منا لغة، لغة آدم، آدمي من تراب حواء، نعم، وآدم رجل وامرأة، منين اجوا؟ ومن كل شيء ذكر وأنثى، من الماء. ما دون الماء هيدا سر كبير ما فيك تعرفه، ما بينحكى، nobody can teach it, you can catch it، بتشوفه. بس والماء ومن شيء ذكر وانت، يلا يلا، مملكة النبات، مملكة الحيوان، وجا الإنسان، خلقت الخلق لأعرف، وأنا رح أحط السر فيك. قال له بتحط السر بواحد يعني الشيطان هذا هيك؟ قال له أعلم ما لا تعلمون، حط السر بالإنسان، مثل سيدنا إبراهيم، إجا الكتاب. الضحية مش بسطت فيها النكتة، قال لهم الخريف هلا بعد المض عيد الأضحى بدهم كانوا يذبحوا خريف، قال له ما حدا رح يذبحنا، مشغولين ببعضهم عم بيذبحوا بعضهم، مثل ما الصراصير انبسطوا قالوا هيدي اللي بيرشوا فيها الصراصير غلي، بسطوا الصراصير ما بقى رح يشترونا.
هلا انا بالخامس الطابق بشوف النمل كيف طلعت على الطابق الخامس. عمي شو طلعك انت؟ لشو طلعك وقعدت على الكمبيوتر؟ بصير بجيب هيك فرشيه لحتى شيلها ما بدي اقتلها. اللبسيني بتوقع من 10 طابق واكثر بترجع بتمشي. نحن بيطب الولد بخاف تركي يوقع. فاذا متناغمين في هالهارموني هالتناغم بينك وبين الطبيعه راحت. لعنا هي العدسه عم بتروح كلنا هلا اخضر اصفر احمر بنجيب عوين بيت لانه بدنا هلا خايفين علميا انه يقدروا يفوتوا بلب الالباب. ميتشو عم بيقول ما تخافوا، كل علماء الروح واذا سالوك عن روح فين بيقول الا اذا انت فتحت الباب. فاذا عملوا ديماركيشن لاين. هالعلم انحط بحلب جورج جرجاف وانطون سعاده وفي ايه في القران الكريم كلكم فيكم تحطوا تحجيم تحصين. فاذا وقت اللي بتعرفوا هالشر بده يزيد كثير هيدا التحدي. اوكي حبوا لانه منه عارف شو عم بيعمل، عم يمتحنني. قال لي بدي اشوفك الحلاج، بدي اشوفك بايدين المجرمين. رح حبهم. هيدا التحدي، كيف بنقدر؟ ساعتها بتمشي كانك على الشعره، على الصراط المستقيم، هيك شعره. كالقبض على الجمر، ما في ماين، نو ماين. بس ما في زعل، ما في فرح، ما في فكر. في دهشه. ميتشو بيفوت بالحال هيك. وانا بقعد على الباب كلهم بيعرفوا اتركوا لمريم هون بس يفوت بالحال بحط راسي بالارض وبزحف ما فيني. بيعرفوا في ناس ما وصلت اني اقدر فوت اول برزخ الثاني الثالث ايه بس في حال النبوي الشريف صعب. بدك تكون مره واحد بده يرمي ابنه بالنار كلهم. قال لي منه عارف منه عارف. قلت له اعطيني اياه. قري كل الكتاب لا تنتحر ولا شيء، كل الكتاب من اول صفحه لاخر صفحه. وبعدين لتكن مشيئتك والاستخاره ادعوني استجيب. قروا كتاب From Medication to Meditation. احضروا الاشرطه اللي محطوطه واللي منعوها انكم تحضروها اربعه. بايو انرجي الولد اللي عمره 4 سنين يحط ايده على اي مريض ويشفى ما يعرف ليش. اجى الخوري وقال له لامه هيدا مسيح ما تخلي حدا يعرف فيه. كبير اجى على امريكا بعده عايش هونيك. بايو انرجي مياتك اسمه. ليش المشل للبقره يعني ليش بده يشلني؟ طعميني مثل ما بتاكلوا البقره ومثل ما بتاكلوا المعزيه. لقيته بيفهم صغير بس شو اسمه صغير؟ شارد تقرا صح من الشلل. قال له لبيو. قال له ما عندي غيرك، الثروة إلك. قال له هاي إمبراطورية حلمك إن تحققت، حلم أمريكا. أنا كبير ساكن مرة بتعيشي بلا مصاري؟ قالت له صرف 600 دولار بس اشترى بزر جون روبنز وابنه إذا بتشوفوا أوشن. قال لي كل العرب وكل المسلمين يجوا. أهلا وسهلا عمره 20 بتقول هو عم بيضوي بس عم بيحمي مياه الكرة الأرضية ما في ميل. هلأ عم بينقلوا مطرح فوق فانكوفر لأنه الأطراف كلها بدها تروح الجزر بتنام ما بتقوم بتروح الجزيرة. بس في مطرح تاني على هالجبل على هالجبل هون مثل عنا قرية السوداء جبل صنين جبل الشيخ. في مطارح بدها تطول ما بيعود في تلج تتغير البولر سيستم ما في مي تنشرب ما في هي ما في هي. بس تتروح الكرة الأرضية بدها وقت. ولكن منلطف بالأجواء إيه؟ فيكم تلطفوا بالأجواء كولر ثيرابي بتحموها. مثلا أنا ما فيني ألبس حلق، هلا ألبستهم بس هيك بحس إنه ما فيني بشيلهم. ولكن الحلق اللي بتلبسون والعقد اللي بتلبسوه ما يكون معمول إلا الحجر إذا أمك الأرض عطيتني إيه. بس أنا ما بكسر حجار
لا أنا هيدا بلاستيك وبشتريهم من عندهم كل شغلون لإلو. ها مش معاقين يا أخوتي، نحنا بسببنا، نحنا المعاقين جبنا هيك خلقة كاملة نعمة زايدة. نسيت جبلكم، في وحدة وقفتني على الطريق قلت ما تلعب لينا أتيكو جتبتيت لدي بلا معا. ما بعرف إذا جبته هشام، جبت تيدي بير أنا لهون، فت حدي لقيت شفتني لبسة أحمر وهي، قالت لي في بنت قال بدك تجي تشتري تيدي بير أحمر ومن هول البنات، قلت لها دخيلك أنا هول اللي بحبهم، فتوا لقيت وراحوا عندي بالبيت تاني جمعة جيب. قلت لهم هيدا التيدي بير للبيع؟ قالوا لي ايه، بس قلت لهم بدي اياه بهاللون، قالوا لي ما في الا هيك، قلت لهم على شيء، قالت لي بنت صغيره اجت انه بدها مو مره كنت حامله وحده منهم هيك وبدي اجي على البيت، قلت لها هلا البوليس بيقطعنا من هون، من شو بدنا نتمناهم شو بدنا نتمنى، واجى البوليس، ما تقولي بيقطعنا، قولي مرقنا. وصلت على البيت انا منو قلت لها خمسه انا طابق، وصلنا على التلك نعم انه من اي طابق انت بيتي نهمت لانه ما حماره ما تفهمي، قولي نين قولي طابقين، ما راحوا ثلاثه بيعيشوا اللحظه وفيها يقظه، صحيح ما هيك ما هيك ما هيك، بس اكثر الايميلات مثل هيدي. عمو هشام قرب لنا لحتى تصورة، براعم بطاطا داخل رحم امرأة، والسبب صدموا الأطباء أنه عم بيعالجون امرأة في كولومبيا تشعر بالآلام في المعدة عندما وجدوا بطاطا داخل مهبلها تنمو جذورها وتشرع في النمو وكأنها تسرع هيك هيك. شو عملتي؟ قالوا لها طلعت على التلفزيون وهيك، منين شو السبب؟ قالت أنه أنا ما كنت أحبل، قالت لأما كلي بطاطا حطي بطاطا، حطيت بطاطا حبلي تنفرخت هالبطاطا فيها، يعني مهضومين انكم تشوفوا اوقات. وهلا بلبنان قالوا لي حكيوا على الاذاعه حطوها على التلفزيونات، في طفل بعده برحم امه بس المصارين برات يعني الرحم يعني بحضن الطفل، قالوا للاطباء ما تخافي من والدك سيزاريان، وهو بعدين بنشق له بطنه بنرجع بنرد المصارين فيهم. طيب يا اختو ليش عم بيصير هيك؟ شو السبب؟ ليش اولادنا عم تخلق هيك؟ كانوا بالضيعه، خلقه كامله نعمه زايده. الحمد لله الخلقه كامله نعمه زايده، الحمد لله، بس اذا حدا جيب بنت بالضيعه انا عايم، ايه بكره بتجيب اولاد؟ انه البنت قبل ما يجي الحبيب كانوا يوقدوه، وكان بس يموت جوزها يحرقوها ويعلقوا ويصرخوا حتى ما يسمعوا صوتها انه انت موتي مع جوزي. هي بتصير ارمله، هو ماتت مرته قالوا له بعدك شب وهيك، قال له عارف بس انا الليله شو بدي اعمل يعني. قلنا انه الرجال رجال والمراه نساء، انه هذه مراه لا، ومن كل شيء ذكر وانثى رجل وامراه، مش بناخد الحرية والمساواة هي مساومة، انت امرأة وهو رجل، انت هون مملكتك هو مملكته هون، بس لما نبلش هي ملكي صارت مرتي مرتي ولادي ولادي هالأرض إلي، هو مالك الملك. كلنا بدنا نرجع في اللحمة في سلطان مخفي مثل ما عمل كمال جملة، الأرض لإلك الأرض لإلك الأرض لإلك، كان بده يعطي كمان بيته القصر. قالت له أمه يا سيدي يعني كان عمره 11 سنة بعنطورة بده يعمل مسيحي لأنه عمل مسيحي وهيك وهيك في عنده أرض وغني وكلها لإله. قالت له لا نحن موحدين أمه، وبلش صار عنده شيخ مهم كتير اسمه رمانا مهارشي، مش المهاريشي انتبه ولا سي بابا ولا ولا، رمانا مهارشي عمره 16 سنة ما حكي طلع على الجبل يعرف انه تحرك من خنشاره من مختاره
يتحرك هو ينزل يشوفوا بعضهم العين بالعين مش السنة. وعنده تلميذ يعرفوا انه نحن ما فهمنا عليهم بس انه لب الألباب صمت العارفين عرف لمن عرف. هيدا كمال جنبلاط. وقت اللي اجوا بدنا نكرمه ببوسطن ناكلنا انا ما نحط شعره باسمه هيك. لا هيدا افاتار ما في شي باسمه بالدنيا.